السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على مواصفات وسعر سامسونج جالكسي زي فليب 5. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على زر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. الزي فليب 5 أصدقائي يأتينا مع الشاشتين، الشاشة الكبيرة مع فتح الهاتف وهي تأتينا بحجم 6.7 إنش، شاشة ممتازة جدا من نوع فولدبل دايناميك أموليد 2X وريفريش ريت تردد 120 هرتز 1200 نتس هي نسبة سطوع الألوان، يعني ستتمكن من رؤية الشاشة بوضوح حتى تحت إضاءة الشمس القوية. بالنسبة أصدقائي إلى الشاشة الصغيرة مع غلق الجهاز تأتينا في الظهر بحجم 3.4 إنش من نوع سوبر أموليد محمية بكورنينج غوريلا جلاس فيكتوس 2. الفريم أصدقائي مصنوع من الألومنيوم ومحمي من الخدشات، كما نجد على مستوى الظهر ظهر مصنوع من الزجاج محمي بكورنينج غوريلا جلاس فيكتوس 2. الظهر فيه كاميرتين خلفية وشاشة. الكاميرا الأساسية أصدقائي تأتينا بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية كاميرا ألترا وايد تأتينا أيضا بدقة 12 ميجا بكسل. الهاتف يصور الفيديو بدقة 4K مع الخيار بين 30 و 60 فريم في الثانية، ويأتينا مع كاميرا سيلفي كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بكسل. ننتقل إلى تجربة الأداء، حيث نجد هنا معالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 8 جين 2 بمعملية 4 نانومتر، وهو المعالج الذي رأيناه مع جميع الفلاكشيبس لهذه السنة، يعني تجربة أداء هي الأفضل مع أندرويد 13 وواجهة ون يو آي 5.1. البطارية أصدقائي هنا تأتينا بحجم 3700 ملي أمبير، والشحن الذي يدعمه الهاتف بسرعة 25 واط فقط، يعني من 0 إلى 50% ستأخذ معنا 30 دقيقة. الهاتف يدعم الوايرلس شارجنج الشحن اللاسلكي بسرعة 15 واط، وريفرس وايرلس شارجنج الشحن اللاسلكي العكسي بسرعة 4.5 واط. بالنسبة أصدقائي إلى مدخل الشحن يأتينا من نوع USB Type-C. الهاتف يأتينا مع بصمة على الجنب الأيمن Side Mounted، يأتينا مع سماعات ستيريو، سماعات خارجية ذات جودة عالية، ولا يدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. ويتوفر الزي فليب 5 بنسختين 256 جيجا و 8 رام للنسخة الأولى، والنسخة الثانية تأتينا مع 512 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا للرام، غير داعم لمدخل SD كارد، يعني ليس بإمكاننا إضافة مساحة داخلية. كما يتوفر بثمانية ألوان، اللون المينت، اللون الأخضر، الجرافيت، اللون الأسود، الكريم، اللون الفاتح، اللافندر، الجراي، اللون الأزرق، الأخضر والأصفر. ألوان ممتازة جدا تلبي كل الأذواق والاحتياجات. اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات حول الألوان التي ينزل بها الجهاز. أما فيما يخص السعر الرسمي الذي ينزل به فيبدأ من 999 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، 1199 يورو في بلدان الاتحاد الأوروبي. انتظر آراءكم في التعليقات إن كان يستحق الشراء أو لا بهذا السعر. في الختام لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.